يوم زملكاوي وتغطية مميزة من قناة نادي الزمالك وكل طاقم العمل في الحياة بيجتهد على مدار الساعات اللي فاتت عشان نقدم للمشاهد الزملكاوي التغطية الإعلامية اللي بتليق بيه والمحتوى اللي بيليق بأسرة زملكاوية عمرها بيمتد لأكتر من 113 طبعا سنة. بقى خلينا نرحب بنجومنا اللي مشرفينا نجومنا ومنورينا طبعا خالد غانم مها صبري. وخالد، انا مبسوطه ان احنا طلعنا معاكم، وكنت مبسوطه كمان بالفقره معاكم مع كابتن هشام يكن الكابتن التاريخي لنادي الزمالك واللي رفع طبعا كاس السوبر طب سيرف. عايز اعرف منك يا مها ويا خالد رايكم ايه في التيشيرت الجديد؟ انا شايف ان هو في منتهى الشياكه في الحقيقه. يعني نادي الزمالك ما بيعملش حاجه وحشه اكيد طبعا. لا انا نادي الزمالك بيعلي قيمه اي حاجه يا احمد، يمكن احنا الملك يا جماعه الملكي، واللون الاسود برده لون ملك، يعني ايه الناس بتتكلم على اللون الابيض، واللون الابيض برده لون عظيم طبعا، احنا مشهورين بيه اللون الابيض التيشيرت الابيض، بس خالد ما شاء الله الفورمه مع ولكن برضو التيشيرت الاسود برضو ليه رونقه، وانا مبسوطه ان احنا الديزاين كمان جديد. احنا كبنات بصين على ايه بقى؟ على الديزاين على الديزاين بس. لا يعني هو كمان انا لما يعني لبسه النهارده لا حسيت ان هو لايق علينا كلنا بصراحه، والنهارده مهم يبقى وشه حلو علينا. نتكلم شويه في الفنيات كده ونعرف من واحد واحد. لا انا عايز اتكلم على اجواء يا احمد بعد اذنك، يا اجواء يا احمد على اجواء الفنيات يعني. احنا نتكلم على الفنيات مع كابتن هشام يكن. كان معانا كابتن على الفنيات دلوقتي اللي هشام يكن يا جماعه. انا عارفه هتتفرجوا فين على الماتش. بص يا ستي، انا اتفقت مع صحابي ماشي، كلنا يعني طبعا احنا بنسميها دايما قمه الروح الرياضيه. انا اللي يهمني في الاخر ان احنا نقدم صوره ذهنيه يا خالد بالظبط مهمه مباراة. جدا مباراه تليق بالكره المصريه عن الزمالك والاهلي، بنتكلم على الديربي الاعرق على مر التاريخ. انا بحييك يا ماما في الحقيقه على الجزئيه ديت، ودي نقطه مهمه جدا، واحنا من خلال قناه الزمالك لازم ان احنا نبرز دوت ونتكلم على دوت. وحديثا بحته الدربيات يا ماما، احنا كنا في التصنيف دي حقيقه بتاع دي حقيقه يا احمد، بس عارف انا برضو بشوف كده ان احنا في النهايه على قد ما احنا بنتكلم طبعا انا في النهايه اتمنى ليله زملكاويه يا خالد. انا لسه كنت بتكلم انا وخالد قبل الهوا. انا عارف ان انت متوتره انت. لا انا عايز اعرف، حاولت افكك شويه، لكن انت برضو فين انت بتتفرج؟ انا ابن نجم الزمالك. ربنا يخليك. انا عايز اعرف انت هتتفرج فين؟ انا هتفرج فين؟ لحد دلوقتي مش عارف انا هتفرج فين، لحد دلوقتي ما قررتش يعني. انا من كتر ما انا مستني الماتش وكلنا طبعا. انت لازم تحكي لنا الاجواء في البيت عندك، انت بيت زملكاوي وعيله زملكاويه بالظبط يعني، عيب. في البيت ما تختلفش ابدا عن اي اجواء في اي بيت زملكاوي. بس طبعا لازم نوضح للساده المشاهدين ان خالد نجل طبعا كابتن غانم سلطان واخو نجم نادي الزمالك الكابتن احمد غانم سلطان، ودي حاجه وخالد على فكره عايز اقول لكم على حاجه بقى. خالد بعيدا بقى عن ان هو من عيله زملكاويه، خالد بيدرب كوره وما شاء الله يعني عنده رؤيه دايما. عايزين نعرف برضه يا احمد الاجواء عنده عامله ازاي. يا ريت بقى المايك معاك، وانسى بقى ان انت مذيع دلوقتي. لا انا مش مذيع، مش مذيع، مفيش مذيعين دلوقتي يعني. بنحب الزمالك يا احمد، وورا الزمالك من واحنا صغيرين، من اول ما وعينا على الكوره ومن اول ما عرفنا يعني ايه كوره، احنا بنحب الزمالك وبنشجع الزمالك تحت اي ظرف. وهي دي طبيعتنا كزملكاويه، اللي احنا مش بنشجع الزمالك عشان الزمالك دايما بيكسب ودايما بياخد بطولات. الزمالك بيكسب وياخد بطولات، بس احنا بنبقى معاه في الوقت اللي الزمالك بيبقى محتاجنا فيه عكس اي نادي تاني. وهو ده يمكن يا احمد المختلف عن جمهور الزمالك. دايما جمهور الزمالك الناس كابتن غانم الاجواء ما الاجواء انا عايز اقول لك تعمل ان دي اجواء ده اجواء حاولت اعرف بينهم وبين بعض يعني. انا حاسس ان احنا لو مش قاعدين هيولعوا في بعض. حاولت اعرف على فكره. لا طبعا يعني والدي واخويا، وزي ما قلت لك اي بيت زملكاوي الماتش ده بالنسبه له يعني. عايز اقول لك ان هو من امبارح مش عارف يعني، عارفه انت بيجي ياكل اللي هو ايه، مش عارف ياكل. هو طبعا خالد بيقول كده، هو تلاقيه اصلا قبل هواكل نص فرخه. لا انا بالنسبه لي، لا انا بالنسبه لي بس بيحب يغزل. لا خالد يا جماعه قبل الهوا انا كنت بعيش بصراحه اجواء توتر بسبب الماتش بصراحه. احاول عمال يعني. لا خالد خد بالك، انا خالد بطلع معاه مرتين في الاسبوع. الولد بيفطر كام مره في اليوم؟ خالد ده على فكره اكلته ضعيفه جدا على فكره. يا جماعه انا ما عرفتش اجواء كابتن غانم برضه مصممه. انا والله فعلا بجد. طيب مصممه. طيب خليني اقول لك الاجواء الاجواء قبل ما اتحرك من البيت. كلهم قاعدين مستنيين الماتش، كلهم بيفكروا، كلهم عايزين يفرحوا زيهم زي جمهور الزمالك. بيتكلموا دايما ان جمهور الزمالك من حقه يفرح النهارده. جمهور الزمالك مستني ماتش النهارده دونا عن اي بطوله تانية. طبعا يا مها كل البطولات احنا هننافس عليها وكل البطولات مهمه، لكن انت عارفه دايما القمه ما بين الزمالك والاهلي هي بتبقى مباراه بطوله في حد ذاتها. صحيح. فما بالك بقى النهارده سوبر افريقي، ونادي الزمالك يمكن المره الوحيده اللي قابل فيها النادي الاهلي كان في السوبر افريقي، كسبه سنه 94 بهدف طبعا السوبر ايمن منصور.
والسوبر الافريقي احنا دايما يا جماعه لينا ذكريات يعني اخرها مباراه الترجي. كان الترجي في اقوى حالاته وفي احسن حالاته، ورغم كده الزمالك تفوق والزمالك يمكن قدم مباراه بنتيجه واداء وحقق البطوله. لكن النهارده بقى بالنسبه لنا احنا طبيعي بنحب الاداء، لكن النهارده عايزين نكسب. التاريخ هيقول في الاخر الزمالك انتصر في سنة 2024. كل واحد يا خالد بيكون ليه اجواء مختلفة عن التاني من حيث المتابعة. طب انت عمال تسألني انت بقى اجواءك ايه من زمان؟ طيب انا يا خالد قبل الشغل في الاعلام في الحقيقة كان صعب جدا ان انا ابقى قاعد هادي كده، وكنت هايبر جدا وكنت بتعصب جدا وكنت يعني ما ينفعش اتفرج مع حد. انا فعلا انا من الشخصيات انا طول التسعين دقيقه لازم ابقى واقف على رجلي. ولكن بعد الشغل في الاعلام وبعد ما الواحد بدا يكتسب الخبرات على مدار الست سبع سنين اللي فاتوا من اول ما بدات في اون تايم سبورتس، والواحد بدا يهدى شويه. يعني التوتر دوت بدل ما هو كان بيبقى على مدار اليوم، لا التوتر ده بقى في 90 دقيقه. يعني واحنا في 90 دقيقه ما بحبش حد يتكلم معايا. بعد شفتك انت كنت عامل ازاي في الدراليه؟ انا صوتي بيروح. انا عايز اقول لك انا يوم الكونفدراليه دوت يا خالد والله العظيم انا تاني يوم كان عندي هوا يا جماعه بجد، صوته راح بعد الماتش. يعني احنا كسبنا النهارده، تاني يوم كنت على الهوا. بس انا كنت طالع والله العظيم انا صوتي ما فيش، انا كنت حاسس ان انا بتكلم بلغه الاشاره، فعارف انت اللي هو. بس يا ماما بعد اذنك انا شفته. انت كنت في اون تايم سبورتس طبعا قناه معروفه، قناه محايده ما بين كل الانديه المصريه، انت كنت ازاي بقى بتعرف تتحكم في مشاعرك خصوصا ان احنا كزملكاويه ما بنعرفش؟ بص يا خالد هقول لك على حاجه، ما فيش حد في مصر مش زملكاوي او اهلاوي، كل الناس عندها انتماءات، ولكن دايما عشان خاطر تكون عند حسن ظن الجمهور لازم تكون مسطرتك واحده، وانت في موقع الحياديه حاجه، وانت في قناه الزمالك حاجه ثانيه. انا في قناه الزمالك مبسوط وفخور جدا ان انا عارف اعبر عن انتمائي، وعارف ان انا اتكلم بشغف كبير عن فريق اللي انا بحبه ومتربي على حبه وعلى انتمائي الكبير لنادي الزمالك. ولكن في اون تايم سبورتس الموضوع بيكون مختلف، والمهم هنا يا خالد ان انت تكسب احترام الجميع. تشوف المدارس الناجحه واللعيبه الناجحه. ان دي واحده من الحاجات اللي انا كنت عايز اقول لك، مفيش زملكاوي واهلاوي ما يحبوش. كابتن ابو رجيله، كابتن حسن شحاته، كابتن جوهري رحمه الله عليه، هي دي النماذج المشرفه. حبك لناديك مش معناه ان انت تغلط في النادي التاني، لا حبك مين لناديك. مين سبب حبك؟ يعني مين سبب حبكم ما تيجي نشوف نادين؟ طبعا احنا عمالين نسال كده، ما تقولنا نادين يعني مين اللي سبب التشجيع؟ من وانت انت صغيره نادين على فكره من العيله الزملكاويه جدا. انا يا جماعه انا اتولدت فعلا في نادي الزمالك، يعني انا من وانا صغيره جدا كنت في نادي الزمالك، وكنت بلعب العاب كتير داخل نادي الزمالك، واصحابي كلهم من الزمالك. فالحقيقه لا يعني انا بجد كبرت بحب النادي ده. النادي انا بالنسبه لي مش زي ما انت قلت يا خالد في الاول مش بنبص. مين اللي حببك في شخص بعينه؟ شخص بعينه وخلاكي تحبي؟ اكيد انت هتصدقيني لو انا قلت لك مفيش شخص بعينه خلاني احب. يعني والدك ما كانش ليه تاثير في الموضوع ده؟ لا والدي ما كانش ليه تاثير في الموضوع ده. يا جماعه عايز اقول لكم بس على حاجه، انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، ثواني بس انا عايز اقول، لا نسمع بعض بس، خلينا نسمع بعض يا جماعه. انا بابايا ديكتاتور جدا جدا في الموضوع ده، احنا بيتنا ما حدش بيدخله الا لما كان زملكاوي، واي حد ده نفس البيت عندي. لا 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 والعماره كلها. طب انا بس انا في حاجه ثواني بجد لازم اكمل. وحتى يا جماعه انا عايزه اقول لكم انه لو مثلا حد جه تقدم لي او حد جه تقدم لاختي، هو لازم يتخلى عن اي انتماءاته. اول سؤال بيتسال، ده اول سؤال بيتسال، انت انتمائك ايه؟ انتمائك احنا لازم اي حد. يا خالد انا بقول لك نفس الكلام. لا 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 عندي في خالد البيت. احنا بالنسبه لنا الموضوع ده ما فيهوش هزار. انا من الحاجات سوري يا نادين، بس انا عايزه اتكلم في جزئيه مهمه جدا. يمكن كنا بنعرض تقرير عن الطفله الزملكاويه اللي عمرها عدى الخمس او ست سنين وهي محبه لنادي الزمالك، ولكن يا جماعه تيجي تشوف ان الطفله ديت هي مولوده بحب كبير لنادي الزمالك. حافظه الاغاني كلها يا فتره صعبه يا جماعه، احنا فتره صعبه من عمر وتاريخ نادي الزمالك. ولكن من الحاجات برضو اللي بتخلي جمهور الزمالك مختلف، يعني انا ياسين اخويا الصغير والله لا يتعدى ال 13 14 سنه. ياسين مش ممكن يا جماعه حبه وعشقه لنادي الزمالك ويروح الماتشات ويقول أيوة وهاجي ويتفرج على كل البرامج وعارف كل المذيعين. لا مش قصه كده، اقصد ما هو ما احنا انا مثلا بابايا كان بيوديني كل المباريات، عارف زمان ما كانش فيه بقى الفرد هنا او ان يعني دلوقتي التيكت يا احمد، التيكت دلوقتي بتقدر تحصل عليها بسهوله جدا، الدنيا تطورت. زمان انت عشان تجيب تيكت عشان تروح تحضر ماتش الزمالك، ماتش الزمالك دي يا نهار يا لهوي الموضوع صعب. زي بس بتكلم يا مهد دلوقتي في فتره او في حقبه في نادي الزمالك مليئه بالتحديات، فتلاقي ما ده اللي احنا الاجيال اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول يا احمد، ان حب الزمالك بيتولد معاك. بص انت دايما في اي شغل في اي حته في الدنيا عايز اسالكوا سؤال والله انا عايز ارد عليه بس في الجزئيه دي، ان انت في اي مكان اي حد شغلان اي شغلانه يقول لك
ده فلان ده زملكاوي. احنا دايما لينا هويه الزملكاوي قبل ما تعرف اسمك حتى. صح. يعني هو بيقولش يعني اسمه احمد، لا ده الزملكاوي يا عم، ده زملكاوي. انا عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، فهو الزملكاويه دي بتبقى حاجه من بتطلع على جوانا يعني. انا نفسي اقول لكم على حاجه يا جماعه. قولي يعني، انا كان معايا كان معايا امبارح او اول امبارح في نهارك ابيض، كان معايا المحلل الرياضي محمد عباس، قال لي جمله لذيذه جدا في نهايه الحلقه. قال لي الزمالك او اللي بيشجع الزمالك ده مش هو شباك التذاكر، هو الماستر سين اللي بيحلي الفيلم. المشجع مشجع الزمالك ده يا جماعه شخصيته قويه جدا، لان هو ما بيشجعش الاختيار السهل، ما بيشجعش الاختيار اللي طلع لقى مثلا ناس بتشجع نادي معين علشان هم حاسين ان هو ما عندوش مشاكل، ما بيعديش بتحديات كتير زي نادي الزمالك. فدايما اللي بيشجع نادي الزمالك شخصيه قويه، ودايما اللي بيشجع نادي الزمالك عنده راي، عنده راي وجهه نظر. أطبع. مدرب طبعا، هو مش مشجع بس طبعا، يعني كل الزملكاويه مدربين، بيحب يتكلم في كل حاجه. طب تتوقعوا كام يا جماعه؟ في كل حاجه يعني. هو الراجل ده ما بيلعبش ده ليه؟ هو ده كده ليه؟ فاهم؟ هو ده جمهور الزمالك. انا بتمنى بس الفوز. بس الماتشات دي ملهاش توقعات، وانت عارفه. لا احنا اكيد بنتمنى الفوز طبعا. لا احنا عايزين الرقم. لا بتمنى الفوز باي طريقه باي حال من الاحوال يعني، لكن هي مباراه خارج التوقعات. كل الاحترام اكيد للمنافس طبعا، لكن كل الدعم لنادينا نادي الزمالك. كم كم يا خالد؟ ما تلفش وتدور. كم كم والله هتصدقيني ان انا لو قلت لك، انا بالنسبه لي ما ينفعش اقول كم كم، لكن دايما المباريات دي ما بتعترفش ابدا باي يعني مستويات قبليه، سواء صحيح. زمالك سواء اهلي. احنا شفنا قبل كده الزمالك كسب الاهلي بضربات جزاء، شفنا قبل كده الزمالك كسب الاهلي في الوقت الاصلي. فهي المباراه ما لهاش حسابات، هي الموفق في المباراه وللتوفيق معاه هي تبقى الكفه ارجح ليه. لكن طبعا هنا في امكانيات كبيره، هنا في امكانيات أكيد. كبيره، لكن يبقى عامل التوفيق يا مها. بس برضه مش عايز اقول رقم يا مها، انت واخده بالك؟ اه طبعا اكيد عامل التوفيق بالنسبه لي هو اهم حاجه. واهم حاجه طبعا النهارده نكون مركزين. حازم اخيرا توقعاتك في الحقيقه. مها مش عايز اقول كلام اكليشيه وكلام بقى اللي هو اللي الناس معتاده عليه، ولكن في حقيقه الامر مباراه الاهلي والزمالك او مباراه الزمالك والاهلي بتبقى خارجه عن اي توقعات. انا بشوف ان كلمه السر في هذه المباراه، وده اللي انا قلته للساده المشاهدين، القياده الفنيه من جوزيه جوميز، ان هو يقدر ازاي يوظف الصفقات الجديده. بتتكلم في كونراد، واحد من اسرع اللعيبه اللي انا شفتها في الفترات الاخيره، بيقدر يعمل الاختراقات من نص الملعب. وبشوف برضو مدى توفيق كل لاعب داخل أرض الملعب. أتوقع أن المباراة هتخلص ونادي الزمالك هيحسمها بضربات الجزاء إن شاء الله. يا رب. وإنت يا مها ما قلتيش هتفرج فين؟ هتفرج إن شاء الله هنا في القناة. هنا في القناة؟ هتفضل قاعد معانا لحد ما ترابيزة محجوزة. طبعا في ترابيزة محجوزة. خلاص ما هي راحت بقى. يا رب يبقى وشك حلو علينا يا أحمد. انا لا انا اتفرج برضو مع صحابي بس في بيت، علشان نبقى قاعدين بقى ايه قاعده كده مريحه، نشجع براحتنا. واخدين راحتكم. وانت يا مها توقعاتك؟ توقعاتي 1-0 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اتمنى انا عجبني الحاله قوي يا مها اللي موجوده، بالمناسبه الحاله اللي موجوده ما بين جمهور الزمالك وما بين جمهور الاهلي، حاله الحب، حاله الاحترام. الحاله طبعا عظيمه، بس انتوا خدتوا وقت كتير جدا من وقتنا، واحنا وانا وخالد لسه عايزين نكمل ذوقياتنا. مها بتطردنا في ذوقنا. انا مش بطردكم ولا حاجه خالص والله. عندكم ايه؟ طب ما تقولوا لنا عندكم ايه النهارده؟ ايه كلمونا عن البرنامج. عندنا مفاجات، عندنا مفاجات مش هنحكيها دلوقتي. لا مش هتحكوها، تقولوا لها للجمهور. لازم الناس ما تحرقش حاجات. انت قاعد في القناه لحد الماتش ان شاء الله الساعه 9، اقعد اتفرج علينا. انا انتوا يعني مستنيكم تمتعونا ان شاء الله، يعني عايزين نستمتع كالعاده. اكيد طبعا موجودين هنا عشان جمهور الزمالك هو اللي يستمتع بكل الكواليس وكل التغطيات، سواء من هنا سواء من هناك. كل حاجه هتكون عند حسن ظن ان شاء الله المشجع الزمالكاوي، وكانك في قلب الحدث باذن الله.